السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بشارك معاكم طريقة رسم الحوائط الزجاجية أو الكيرتن وولز بطريقة مقوسة أو منحنية في رفت. لو بتستخدم رفت من فترة فأنت عارف أنه لما تستخدم البيسك كيرتن وول المتاحة في رفت لرسم الحوائط الزجاجية المنحنية ما تكون النتيجة مرضية، ما يكون الجدار سموث أو مصقول، ويكون الكيرف عبارة عن سيجمنتس أو شرائح كأنها أجزاء مقطعة. المشكلة ما تكون بس في الحوائط الزجاجية، أيضا في المولينز. فبدرس اليوم نتعلم طريقة بسيطة لرسم الكيرفد كارتن وول بحيث أنه يكون مثالي وممكن تحفظ عندك لما تخلص ملف منفصل، ولما تحتاجه في أي مشروع تقدر تنسخه وتلصقه بالمشروع الجديد، ويكون عندك كوول تايب من ضمن الوولز وتختاره من البروبرتيز. إذا تحب تركز في الفيديو طريقة البناء بدون ما تطبق الخطوات، ممكن تنزل هذا الكيرفد كيرتن وول مجانا من أول رابط تحت الفيديو. كل اللي عليك تسويه تدخل على الرابط، تكتب اسمك وإيميلك، بيوصلك إيميل تأكد من خلال اشتراكك في الميلينج لست، وتقدر تلغي اشتراكك في أي وقت. بعدها بيتحمل معك ملف الرفت مباشرة. خلونا الآن ننتقل للرفت ونبدأ الخطوات العملية. على فكرة مرة الخطوات بسيطة. خلونا في البداية نشوف أصلاً المشكلة اللي بتصير في رفت وكيف شكل الكيرتن وولز لما نرسمها بشكل كيرف. نضغط على WA على الكيبورد أو نروح من Architecture ونختار الوول. من هنا بننزل على تحت ونبدأ بأول نوع اللي هو الكيرتن وول، اللي هو من هنا نختار شكل مثلاً الارك من هنا ونجي نرسم كيرتن وول بشكل مقوس. لما نجي نرسمها بنلاحظ انها شكلها مستقيم، لكن لما نحدد عليها البروفايل حقها كيرف لكن هي مستقيمه. نشوف النوع الثاني، نضغط على WA ونختار اللي هو الاكستيرير جليزنج، نجي نرسمها بنشوف انها مكسره. خلينا نغير الجرافيك ستايل مثلا الشيدد، بنشوف انها مكسره بهذا الشكل. حتى لو اضفنا عليها مولينز او حتى لو جينا لهذا الجلاس واضفنا، احيانا لانه نبغى تكون التقسيمات بهذا الشكل انها وسيعه، لكن بنفس الوقت نبغى يكون الكيرف يكون سموث بدون ما نزيد اي سيجمنت او جريد. نشوف النوع الاخير منها اللي هو يكون فيه مولين الستور فرونت، نضغط عليه ونجي نرسم كيرف بهذا الشكل ونرسمها كيرف. نفس الشيء بتكون مكسرة عندي بهذا الشكل. طب لما نرسم مول عادي في رفت كيف بيكون شكله؟ لما نروح للأركيتكتشر ونضغط على WA ونختار أي وول من هنا، مثلا البيسك اللي هو الجنريك، ونرسمه بشكل مقوس. بنشوف انه يكون سموث وما في أي مشكلة. طيب لو جينا وغيرنا هذا النوع الماتيريال لجلاس كيف بيكون شكله؟ خلونا نحدد على الوول، بعدها نضغط على Edit Type ونضغط على من هنا Duplicate، نسميه Glass. ونخليه بس 20. نضغط على OK. من هنا ندخل على Structure ونغير الماتيريال لجلاس. نختار واحدة من هذه الماتيريال. مثلا نختار هذا Tinted Blue. نضغط على Use and Render Ambient ونضغط على OK. من هنا لو غيرنا Thickness لها 20 بحيث أنها تكون مرة يعني سخيفة، ونضغط على OK، نضغط على OK، خلينا نشوف شكلها. بتكون شكلها بهذا الشكل، بتكون جدا سموث. الحين للأسف ما نقدر أنه نستخدم البيسك وول في رفت ونحط عليه مولين وجريد. احنا انت لو تبغى تسوي او ترسم وول بهذا الشكل ممكن تستخدم هذه الطريقة، لكن لو تبغاها تكون نفس الكارتن وول بنستخدم هذا الوول للكارتن بانل. يعني بناخذ هذه ونسوي لها دوبليكيت، وبعدها بنستبدل الكارتن بانلز، البانلز اللي هي الاجزاء الزجاجية اللي هي هذه، بنستخدم هذا الوول. بنشوف الان الطريقة. طيب الان شفنا الوول. بالنسبة للمولينز، ايضا المولينز في رفت للأسف ما فيها شيء يتناسب، ما في شكل يتناسب من الأشكال مع الجريد. هذه الأشكال اللي موجودة في رفت، ولو أنت تحب تشوف بنفسك الأشكال نرسم مثلا وول، ناخذ مثلا من الستور فرونت، نروح للتوب مثلا نرسم أي كلاس بهذا الشكل. لو حبيت تشوف الأنواع اللي موجودة حدد على أي واحد منهم مثلا بهذا الشكل. لو تحب تحدد على اللاين كامل اضغط في الماوس رايت كليك ومثلا سيلكت مولينز، ممكن على الجريد لاين، ممكن يعني تحدد فيه كذا اختيار. بعدها طبعا بتكون بند بهذا الشكل، لو تبغاها تكون ان بند اما اضغط على يو بي على الكيبورد، او تعال من هنا اضغط على هذه العلامة، او تضغط على نفس
الايكون، يعني في كل هذه الثلاث اختيارات متاحة، مثلا نضغط عليها من هنا، بعدها الانواع بتكون عندك موجودة، تقدر تشوف كل الانواع المتاحة. هذه الانواع مثلا في السكوير، وفي بعض اشياء تكون متناسب اكثر مع الكورنر. تكلمنا عن الموليونز للكرتن وولز اوف ريفيت فيديو منفصل، ابحث لك الرابط في الوصف، وايضا ظهر لك الان في الشاشه تشوف كل الانواع وايش الاشياء اللي تتناسب مع الكورنرز. مثلا لو جينا وحددنا عليها من هنا، لو حبينا نغير لاي نوع ثاني، مثلا نختار هذه المولين وحبينا نغيرها، بس نضغط على يوبي وبعدها نجي نشوف الأنواع المتاحة ونختار. وفي أشياء تكون متناسبة مع الكورنر، يعني لو جينا على هنا وحددنا على هذه، نضغط على التاب، نختار Select All Mullions on Grid Line، بعدها نضغط على الأنبن ونختار نوع ثاني، بيكون عندنا مثلا الـL أو هذا الكورنر، بيحذف لي هذا الثاني، نقول Delete Elements، أصلا ما نحتاجها، تكون بهذا الشكل. تكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو منفصل، لكن للأسف ما في ولا واحدة من هذه الأشكال نقدر نستخدمها مع الكيرفد وول. خلونا الآن نشوف كيف بنسوي. الآن زي ما سوينا هذا الحائط الزجاجي وخلينا الماتيريال Glass، بنسوي Duplicate له وبنخلي الماتيريال Aluminium. بنسوي كذا بخطوات جدا بسيطة، بنحدد عليه، بعدها نيجي على Edit Type ونضغط على دوبليكيت. من هنا مثلا نسميها مولين، نضغط على اوكي، بعدها نضغط على الستركتشر، المهم انك تسوي دوبليكيت قبل لا تبدا. وبعدها هنا نغير الماتيريال، اي ماتيريال الومنيوم، مثلا نختار هذه يوز رندر ابييرنس ونضغط على اوكي، ونغير الثيكنس، تكون الثيكنس 150، هي بتكون 150 ب50، فنضغط على اوكي. فهذه النقطة الأولى. الآن إحنا صار عندنا نوعين من المولز، عندنا سوينا الكلاس وسوينا المولينز، يعني هذا نوع الكلاس اللي موجود وصار في الكيرف شكله كويس، وأيضا المولينز ما صارت فيها أي مشكلة. فإحنا بنستخدم هذول التو تايبس اللي سويناهم في المولز للكيرف كارتن وول. نحذف هذه الأنواع وبعدها بنرسم، نروح للتوب فيو ونرسم وول، نروح للوول ونختار الستور فرنت من هنا ونرسمه بشكل كيرف. مثلا بهذا الشكل. الان نروح للتريدين واسمح لنا. الان اول خطوة بنسويها نسوي لهذا الوول دوبليكيت، نحدد عليه، بعدها نضغط على edit type ومن هنا نضغط على duplicate ونسميه. نضغط على اوكي. بعدها من هنا من الكارتن بانل بنختار نوع الوول جلاس اللي احنا سويناه. اللي هو هذا. نضغط على اوكي. على طول صار افضل بكثير من اول. كان اول مقسم. الحين المشكلة عندنا لسه في المولين. المولين ايضا بنسويها بطريقة جدا سهلة. في البداية نحدد على الوول ونحذف الهوريزونتال مولين. الفيرتيكال مولينز ما عندنا فيها مشكلة. اللي بنسويه انه بنحدد على واحدة من المولينز بهذا الشكل، نضغط على التاب عشان يساعدنا، بعدها بنضغط في الماوس رايت كليك ونختار سيلكت مولينز من جريد لاين، فبيسوي لي سيلكت لها كلها. ممكن نسوي لاين باي لاين او ممكن نسويها كلها مع بعض. طبعا زي ما قلنا نحتاج نسوي ان بن في البداية، اما نضغط على يو بي او نضغط من هنا او ان نضغط على نفس الايكون، بعدها نسوي ديليت. نحدد بس على المولينز، نضغط على التاب يساعدنا في التحديد، بعدها نختار select mullions on grid line وبعدها up وبعدها delete on grid line. لو نسيت الاختصارات من هنا بتسوي لها unpin ومن هنا تسوي لها delete. باقي اخر واحدة، فكذا حذفناهم كلهم. الحين الوول شكله كويس بالفيرتيكال، بس باقي نعدل على الهوريزونتال. الحين اللي بنسويه انه نبغى نضيف جريد لاين. لو اضفنا جريد لانها سير فرنت ممكن ترجع المولينز نرجع نحذفها، يعني هي خطوه اضافيه، بس احنا لما نسويه مره واحده نقدر خلاص نحتفظ فيه ونستخدمه باي بروجكت عندنا. الان بنضيفها للفيرتيكال بهذا الشكل ونحذفها مره ثانيه، نحدد عليها على واحده منهم، سيلكت اول مولينز من جريد لاين UP وبعدها delete. نعدل المسافة بين الاثنين بحيث انها تكون بس 50، نضغط عليها من هنا وبعدها نيجي من هنا ونضغط على 50، نضغط على اوكي. نكمل الباقي بعدين بنرجع نشوف ايش نسوي. grid line
بعد ما خلصنا هذه الخطوة بقال الخطوة الأخيرة أن نبدل هذه البانلز اللي قسمناها لموليونز من نوع اللي إحنا سويناه. كل اللي علينا نسويه نجي للبانل نسوي زوم إن بس عشان نشوفه بشكل أوضح ونحدد عليها، ونقدر طبعا نحددهم كلهم مع بعض زي ما سوينا في الموليونز. نضغط على التاب لما نتأكد أننا حددنا عليها، بعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار سيلكت بانلز وهوريزونتال جريد، فحدد لي اياهم كلهم. طبعا نقدر نكمل بس نكون حذرين بالتحديد، نجي نضغط على التاب لما نشوف انه احنا حددنا على اللاين. كيف نعرف نشوف ممكن الهلب بار اللي من تحت من هنا بيكون كاتب لنا ان هذه الكلاس بانل؟ شوف معي تاب، هذا مكتوب جريد لاين، تاب مره ثانيه جريد لاين، الحين صح صارت معي. فقبل لا اسوي لها سلكت نضغط على كنترول بنفس الوقت ونضغط عليها، في الحين حددناها كلها، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار سلكت بانلز والونج هوريزونتال جريد، فكذا حددناها كلها. ونكمل الباقي بنفس الخطوات، نجي على تحت نضغط على التاب تاب تاب لما نتاكد ان احنا حددناها، قبل لا نضغط عليها نضغط على كنترول عشان ما يروح التحديد، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار سلكت بانلز select panels او along horizontal grid، فكذا حددها كلها. لو باي لحظه غلطت في التحديد وضغطت على برا وبعدها تبغى ترجع للتحديد السابق، اضغط في الماوس رايت كليك واختار select previous فبيرجع يحدد لك. في درس كامل او فيديو كامل تكلمنا فيه عن السلكشن في ريفت، اظهر لك الان الرابط على الشاشه وحطيت لك الفيديو في الوصف، مره بتستفيد منه. نكمل التحديد، كنترول قبل لا نضغط عليها، بعدها select، وايضا لو غلطنا ممكن نضغط على شيفت ونشيلها، فبعدها نجي مره ثانيه نضغط على التاب لما نتاكد ان حددنا على الكلاس بانل، نضغط على كنترول قبل لا نضغط عليها، سيلكت، باقي لنا اخر لاين، نضغط من هنا تاب تاب تاب، نضغط على كنترول قبل لا نضغط عليها، بعدها في الماوس رايت كليك ونختار سيلكت بانلز along horizontal grid، فكذا حددناهم كلهم. الان وصلنا لاخر خطوه اللي هي بنروح للبروبرتيز، طبعا مسكره، قبلها لازم نسوي انبن، نسوي انبن من هنا او زي ما تعلمنا يو بي، او نضغط على الايكون، بعدها نغيرها من هنا، نختار نوع الموليونز اللي احنا سويناه اللي هو هذا، فكذا صارت بهذا الشكل. الان طبعا صارت افضل بكثير من لما رسمناها في البدايه. خلونا نرسم واحده ونقارن. طبعا الحين هذه الانواع يعني عادي نحذفها من هنا لانها اوريدي خلاص احنا سويناها على الجلاس بانل نفسها او على الكرتن وول نفسها. الحين لما نروح للوول نرسم مثلا ستور فرونت، نختار على الستور فرونت، الحين لما نرسمها بشكل كيرف هنا جنبها، طبعا هذه النتيجه افضل من هذه بمئة مره، يعني مره شكلها سموث واحسن. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات واضحة سهلة وبسيطة. إذا مهتم تتعلم أكثر عن الكارتن وولز في ريفت حطيت لك رابط السلسلة في الوصف، في 4 فيديوهات بتتعلم منها كثير من المعلومات المهمة عن الحوائط الزجاجية في ريفت. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ولو بالشيء القليل أقدر دعمك للقناة بالضغط على زر اللايك، ولو تحب تتعلم أكثر اشترك في القناة وفعل الجرس لو تحب يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد، بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. ولو عندك أي سؤال أو استفسار أو اقتراح لا تتردد ومشاركته في التعليقات تحت الفيديو، وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا وكالعادة أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي بفيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.